في 23 يوليو صوت النهضة نادى، فهب الشعب ملبيا جمعا وفرادا، نداء الحق الذي صدح في السماء رخيما، أن يا أبناء عمان الأجواد، لنبني الأمجاد ونزيح الظلام عنا ونحطم الأصفاد. لقد حل غدنا مشرقا بفضل الله في كل موقع، وارتسم على كل وجه رجاء يبدد بإشراقه غيوم الظلام. السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، صوت ملهم من أب حاني وقائد باني، ألفناه على مدى 5 عقود، صوت ملأ أركان المعمورة بيتا بيتا، وتزاحمت الجموع لسماعه فردا فردا، فبكلماته بنى الصروح وشيد، وظلام الجهل والفقر والمرض تبدد، وخطى نحو التطور بأنات وتؤدة وسؤدد. فعمان سلطنة ولد من رحمها قائد حكيم، سلطان ذو عزم غرس بذور مبادئه في قلوب مواطنيه من خلال كلماته الوضاءة التي شقت بنورها ظلمة الماضي وفتحت أبوابا مغلقة. فلم يهنأ له بال ولم يستقر له جنب حتى وفى بوعده، وأشرقت شمس النهضة على عمان وأهلها. عمان اليوم غيرها بالأمس، فقد تبدل وجهها الشاحب ونفضت عنها أبار العزلة والجمود، وانطلقت تفتح أبوابها ونوافذها للنور الجديد. في خطاباته انتقى الكلمة ووظف المفردة لتكون أقرب ما تكون من واقع المجتمع العماني، سهلة يسيرة على مسمع مواطنيه. حاول أن تقتبسوا ما هو حسن وأن تتركوا ما هو غير حسن. خطابات جلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه، وثائق سياسية دستورية بامتياز، منهج تربوي ونظرة ثاقبة للمستقبل، حنكة وحكمة ورأي سديد. أن حياة الشعوب لا تحتسب بالسنين، وإنما تحصى بالإنجازات التي حققتها على طريق التطور الحضاري. في خطابات فقيد الوطن مسارات حضارية لامست الوطن والمواطن وتعدت حدود خارطة السلطنة، بتأكيد جلالته طيب الله ثراه الانفتاح على العالم وتعزيز الأمن والسلام. إن السلام مذهب آمنا به ومطلب نسعى إلى تحقيقه دون تفريط أو إفراط. النطق السامي لم يغفل أي من مرتكزات النهضة واهتمامات الشعب، فكانت مطرزة بخيوط من أفكار حريرية ونهج ذهبي، بناء الإنسان، هوية الشعب، العلم والعمل، المرأة والطفل والشباب، الثقافة والفكر، رؤية حكيمة دعمت استراتيجية عمل بناء الدولة، وبها حددت معالم الطريق إلى المستقبل. يجب أن نخطط بطرق واقعية، فلا أحد يمكنه الافتراض بأن كل هذه الأشياء يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها. خطابات جلالة السلطان الراحل قابوس طيب الله ثراه صوت الحياد والعقلانية، ونوافذ أمل وتفاؤل، وجسور ممتدة من الإرادة واستنهاض للهمم، ومعاول بناء للأمم. من مفهوم أن الناس سواسية كما علمنا ديننا، وأنه لا فرق بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وأن أكرمكم عند الله أتقاكم. وضع السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه
عبر خطاباته السامية النقاط على كثير من الحروف، وكانت الشريان الرئيسي الذي تدفقت منه السياسات العمانية للداخل والخارج. إن التطرف مهما كانت مسمياته، والتعصب مهما كانت أشكاله، والتحزب مهما كانت دوافعه ومنطلقاته، نباتات كريهة سامة ترفضها التربة العمانية الطيبة التي لا تنبت إلا طيبا. السلطان قابوس طيب الله ثراه، أينما حل وارتحل ترك أثر الخير وراءه، وحين تقلب صفحات إنجازاته لن تكل ولن تمل، فعمان في عهده كنوز فاضت عن جنباتها ثقافة فكرا وتراثا. قبس الخير قابوس طيب الله ثراه، ضرب بعصا الحكمة أرضا قفرا لتتفجر من جلاميد صخورها خيرا، وألقى بقميص النور على من أعمته ظلمات الجهل فارتد باصرا أمنا وسلاما. عباد الله، إن في التوجيه الرباني بالحفاظ على التوازن بين حياة الروح وحياة البدن ضمانا لسلامة الدنيا وسعادة الآخرة، فاتقوا الله واستجيبوا لداعي الحق إذ دعاكم. توالت السنون وتواترت الخطابات السامية ملأ بالدعوات الصادقة والشكر الجزيل لكل من عمر وبنى وشمر عن ساعد الجد واجتهد. والله العلي القدير، ندعو بأن يحفظكم أبناء عمان المخلصين ويرعاكم كراما أوفيا. حامدا شاكرا داعيا لله مبتهلا، هكذا بصم السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه خطاباته لشعبه، متوكلا على الله فيما يقول ويعمل، فهو الولي الناصر والموفق. وختامه: أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم. في أمان الله.